يمكن عشان انا بيتوتي شويه ومهتم بشغلي شويتين وبحب شغلي ثلاث شويات. لن يخطر ببالك ان خلف هذا الوجه البريء المبتسم يوجد وحش كاسر فاز عالميا بواحده من اكثر الرياضات شراسه. انه ممدوح السبيعي او بيجرامي، بطل مصري استطاع ان يسجل بصمه راسخه في المحافل الدوليه بعد تحقيقه لقب مستر اولمبيا لعام 2020، البطولة الأقوى والأشهر في كمال الأجسام، مقتنصاً اللقب من لاعب أمريكي احتفظ به 7 سنوات متتالية. فمن هو هذا الوحش المصري البريء؟ يعرف باسم بيجرامي مع أن اسمه هو ممدوح، ويقول عن قصة حمله لإسمين. أنا اسم ممدوح بس الناس كلها بتناديني رامي. ولد عام 1985 بمركز بلطيم بكفر الشيخ، وعمل مع أسرته منذ الصغر في صيد الأسماك بكفر الشيخ في جزيرة البرلس، وكان يتدرب في صالات الجيم ببلطيم، وعندما أصبح شاباً سافر مع أفراد العائلة إلى الكويت للعمل في مهنته الأساسية وهي تجارة الأسماك. وبعد سنوات قليلة اتجه إلى صالات الجيم بالكويت وشارك في البطولات تدريجياً ليكتسب لقبه بيج نسبة إلى جسمه الضخم فيصبح بيج رامي، الذي بدأ مسيرته التدريبية مع أكسجين جيم بالكويت عام 2010، ثم حقق وزن 100 رطل عام 2011. ورغم أنه أقام وتدرب وطور إمكانياته في دولة الكويت، إلا أنه أصر على تمثيل اسم مصر في جميع البطولات التي شارك فيها. الصعود نحو مستر أولمبيا 2020. أول ظهور لرامي كان على مسرح مستر أولمبيا للهواة عام 2012، وكان وزنه آنذاك 286 رطلاً وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة نيويورك بروه عام 2013 و2014، وهو أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة أرنولد كلاسيك الشهيرة التي استضافتها البرازيل عام 2015 بحضور الممثل الأمريكي أرنولد شوارزينجر، وحصل آنذاك على جائزة مالية بلغت 130,000 دولار إضافة إلى سيارة هامر وساعة رولكس. أيضاً من إنجازات الوحش المصري فوزه بالمركز الثاني في بطولة مستر أولمبيا 2017 التي أقيمت بأمريكا بعد فيل هيث، ليستطيع أخيراً أن يسطر اسمه في تاريخ رياضة كمال الأجسام بعد حصوله على المركز الأول في منافسات مستر أولمبيا لعام 2020 رغم إصابته بكورونا قبل البطولة بفترة وجيزة، ليصبح أول مصري في التاريخ يحقق الفوز في أشهر بطولة عالمية لكمال الأجسام، وثاني عربي يحصل على اللقب بعد اللبناني سمير بنوت عام 1983، ليعود البطل إلى وطنه مصر ويستقبله المصريون بحفاوة وفخر كبيرين بالشاب المصري البسيط الذي نشأ في أسرة متواضعة في أعماق الريف المصري وله 11 أخاً وأختاً جميعهم فخورون بما وصل إليه باعتلائه القمة في واحدة من أشهر البطولات العالمية حاملاً اسم بلاده في قلبه. فما رأيك بهذا البطل؟ وهل سمعت به من قبل؟